بسرعة نغرفه. الرز قدمناه بطريقة لذيذة. دايماً شوفوا عندكم إيه في البيت، دي مفروض ستيمر استخدمناها للرز، استخدمتها قبل كده. خلونا نجيب طبق ونغرف شوية رز الأول. صدقوني إضافة جوز الهند حاجة بسيطة جداً هتدي قرمشة وطعم. وعلى فكرة جوز الهند من الحاجات المفيدة جدا للبشرة والوش، وبقى مؤخرا مشهور قوي زيت جوز الهند. يعني أي حاجة عايزين للبشرة يقولوا إنها ممتازة بيقولوا فيها جوز الهند. تعالوا نغرف الكيل، هتلاقوا طعمه مفيد، إضافة صحية وطعمه كده لذيذ وفرش على الوصفة دي. هتحط فلفل أحمر، و هنحط معاه ايه؟ تعالوا نحط معاه شوية بصل أخضر بيدي فريش بالكنترول. بيقول لي الطبق ده شكله سعادة، شكله معمول بحب هو بصراحة، وسعادة مصممين على السعادة، معمول بحب قوي. ونكهاته انتوا لما تجربوها فعلا فعلا هتقولوا الصوص ده هنعمله ونخليه عندنا على طول في التلاجة. بيقعد على فكرة بالذات في تلاجات بيكو. بالنسبة لريحته في خاصية السيبريشن، يعني الروايح ما بتختلطش، هنتكلم عنها في مرة تانية. بس تعالوا ندوق بسرعة علشان نعمل كيكة جوز الهند. ده غدايا النهاردة، نحط الطبق كده على جنب. وطعمه يجنن، طعمه رائع، متوازن، حلو وحادق ومزز، وفيه نكهه الامامي اللي قلت لكم عليها، اللي هي في نكهه جايه كده قويه عميقه جدا، طبعا جايه من الكاري وجايه من الفيش صوص، لازم تجربوه. تعالوا بقى